بسم الله الرحمن الرحيم. في حج عام 1440 مزدلفة، يوم التاسع من ذي الحجة 1440، هذه الحملات بدأت تتجمع في منتصف الليل للنفرة إلى وجهتهم. البعض يروح للحرم يطوف ويسعى، والبعض يروح للجمرات. حملتنا حملة الدكتور تركي العفاسي توجه بإذن الله للحرم، وطوف ونسعى ثم نتحلل. العجيب وأنا جالس في مزدلفة، ذاك برج الساعة هذا ابو معاذ، تقبل الله منا ومن الجميع. السلام عليكم.